قد أقول لكم شيئا تتعجبون منه، والله إن أعداء دين الله يعرفون قيمة رمضان، أعداء دين الله الكفار يعرفون قيمة رمضان، ولهذا يجهد عدد منهم لوضع أمور وأمور ينفقون فيها أموالا طائلة لا لشيء إلا لحرمان المسلمين من خيرات رمضان وبركاته، وهم يرونهم كل سنة ويرون أحوالهم مع رمضان وإقبالهم على الله والطاعة والقرآن الذي به يعتز الإسلام وتعلو مكانته ويقوى شأنه وترتفع مهابته في القلوب والنفوس، فيعملون عملا واسعا في وضع أشياء تبعد عددا من المسلمين ليس بقليل عن خيرات رمضان وبركاته. وإذا كان الزمان الأول في وصول الكفار إلى عقول المسلمين وأفكارهم ضعف لعدم تيسر الوسائل، إلا أن زماننا هذا الذي هو زمان تيسر الاتصال ووسائل نقل المعلومة، كما أنه نفع من جانب في إيصال الخير إلى الغير، فإنه أضر مضرة عظيمة من جانب آخر في إيصال الشر إلى المسلمين. ولهذا لا تعجب تجد بعض المسلمين في حتى في رمضان يخرج جهازه من جواله ويعيش مع مأثم، يعيش مع مأثم، يعيش مع أمور تسخط الله سبحانه وتعالى، مع منكر، مع باطل في رمضان في نهاره وفي لياليه. وهذا مما يريده أعداء دين الله سبحانه وتعالى، وهو مما يسخط الله ويغضبه جل في علاه، وهو من أسباب الحرمان من الخير والبركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في رمضان. هذا الذي أقوله يؤكد أيضا أن الواجب على كل واحد منا صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، أن يستحضر هذا النداء كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقسم.